بدأ العام الدراسي الجديد في اليمن، لكنه ضيف غير مرحب به بالنسبة للكثير من اليمنيين. عادل العزعزي واحد منهم، فهو يعمل كأستاذ من دون أن يتقاضى راتبا منذ عدة سنوات. عادل جاء إلى هذه المكتبة لتوفير جزء من المستلزمات المدرسية لطفله، فهو لا يهمه جودتها بقدر ما يهمه الحصول عليها بالسعر المناسب بسبب ظروفه المعيشية الصعبة. معي 4 أطفال، تشتري لهم 4 ولكن الفلوس ما كفش، وكان يعني مرة ثانية بشتري الاثنين البقية مرة أخرى. والنتيجة للوضع اللي عايشين فيه والقطع الرواتب. غالبية البضائع والكتب والقرطاسية في مكتبة صابر عقلان مكدسة هنا منذ أشهر، فارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية والظروف المعيشية الصعبة لغالبية اليمنيين جعل همهم الأول هو إطعام أولادهم، مما جعل شراء المستلزمات المدرسية يعتبر رفاهية للكثيرين. وبطبيعة الحال أدى ذلك الأمر إلى تكدس البضائع لدى صابر. بالنسبة للدفاتر يعني الناس ما عاد يدور يشوف الأسعار حقهم، يطلع يعني دفتر أبو 100 ب300 ريال يقول لك أسعار غالية، أبو 80 هكذا ما ينفعش، يعني يجي يدور يقول لك هذا غالي هذا، يعني مع الأسف الظروف هذه زادت عندهم زيادة بشكل كبير. وما بين الغلاء الباهظ في المستلزمات المدرسية وارتفاع أسعار الرسوم الدراسية، يقف اليمنيون عاجزين عن تعليم أبنائهم، ما يجعل مستقبل ملايين الطلاب في اليمن معرضاً للخطر. فالصراع أعاق حصول أكثر من 8 ملايين طفل يمني على حقهم في التعليم حسب الأمم المتحدة. عام دراسي جديد ألقى بهمومه الثقيلة على كاهل اليمنيين الذين يعيشون ظروفا اقتصادية حرجة جعلت الكثير من الآباء غير قادرين على شراء ما تيسر من مستلزمات المدارس لأبنائهم. نبيل اليوسفي، الحرة، صنعاء.